نكمل موضوعنا في الويب ديفلوبمنت مع الامبيدد سيستم. في اخر درس استخدمنا الماي اس كيو ال داتابيز، سوينا عليه امثله عن كيفيه تخزين البيانات في قاعده البيانات، كيفيه انشاء قاعده البيانات. راح نكمل في نفس الموضوع، ولكن راح نسوي مشروع، يكون عندي مشروع نجي ننسخ الفولدر اول شيء في اللوكال سيرفر، عندي المشروع في ال H1 ونجي نسوي اكسس داخل ال H1. عندي طبعا المشروع عبارة عن نظام مراقبة او التحكم بالاجهزة المنزلية، يعني عندي يعني عناصر بسيطة زي ال LED والهيتر وعندي فان مروحة، فبيكون عندي هذه الثلاث عناصر اللي هي المروحة والـ LED والدفاية او اللمبة اللي هي بـ 12 فولت، نقدر نفترض انها دفاية. فهذا عندنا التوصيلات هنا في الصورة، الليد موصلة بالـ RD5، وهذه بقية التوصيلات للعناصر الثانية. هذا المايكرو كنترول اللي هو الـ PIC32. وبالنسبة لبقية التوصيلات دار عندي زي الواي فاي موجل قد تكلمنا عنه بالتفصيل، ولكن هنا عندي دائرة فيها كل العناصر. يمكن الصورة ما تكون واضحة، نقدر يعني نفتح برنامج البروتيوس ونشوف جميع التوصيلات. طبعا هذه الدائرة اللي راح نعتمد عليها في المشروع. هنا عندي التوصيلات كاملة، التوصيلات بشكل كامل. هنا أنا حطيت إبروم لأني قد احتجته في مشروع، فنقدر نستفيد منه، وإذا ما نبي ما نوصله. هنا عندي ال فيكتوريتو نفس اللي شفناه في الصورة. هنا التوصيلات، عندي ال LED في القطب رقم 8، هنا عندي بالأرقام أسماء الأقطاب بالأرقام، لان هذا الباكج انا مسويه في البروتيوس ما كان موجود. فهنا عندي رقم 8 موصل الـ LED. لو نرجع للصورة بس نوضح توصيل الليد والبقية كلها سهلة. هنا عندي الـ LED في الـ RD5، هنا عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 فعلا في القط رقم 8 RD5. فعندي هنا بقية التوصيلات، عندي حساس الحرارة الـ LM35 موصل هنا، كل الأقطاب يعني مرقمة وعليها التسمية، فالتوصيل سهل إن شاء الله. هنا عندي الواي فاي موجل طريقة التوصيل، فهنا عندي في هذه السيركت التوصيل بشكل كامل. واللي يبغى البي سي بي موجود عندي هنا، ايضا تم التصميم عن طريق الاريز اللي هو في برنامج البروتيوس. هنا عندي بلوك صورة توضح العناصر الموجودة عندي في المشروع. عندي تي اف تي ديسبلاي، طبعا قلنا لا مانع اللي بيستخدمها، موجود الكود كل شيء والتوصيلات. وهنا عندي temperature sensor والواي فاي موجل والتطبيق اللي راح نسويه في الانترنت ويب بيج. وهنا المايكرو كنترولر، هنا عندي ريلي بورد للعناصر اللي راح تشتغل بأعلى يعني بجهد عالي. طبعا انا عندي الهيتر والفان راح يشتغلون على 12 فولت. بالنسبة لللايت بولب
استخدمته في مشروع ثاني كان يتطلب اللي هو اكثر من يعني كانت يعني كل العناصر اللي انا استخدمتها في المشروع السابق تستخدم اللي هي 220 فولت، لكن احنا في المشروع هذا راح يعني نستخدم دي سي فولت يعني ماكسيمم 12 فولت. فنستخدم الريلي على اي حال لان الحمل عندي راح يتطلب يعني تيار عالي، فنستخدم الريلي. فانا عندي استخدمت الريلي لتوصيل الفان والهيتر. بالنسبه لللايت بولب وصلته مباشره عن طريق مقاومه لانه مجرد LED. هنا عندي هذا الفولدر كامل فيه كل شيء. هنا عندي الويب، هذه الملفات اللي راح استخدمها للمشروع. عندي السي اس اس فايل في كود السي اس اس، طبعا قلنا هذا راح يسوي لي ستايل، راح يضبط لي خصائص الصفحة. تكلمنا عنه بالتفصيل في دروس سابقة. هنا عندي الايمج، الصور اللي راح استخدمها في الصفحة. هنا عندي في حال ان الليد شغال هذه اللمبة اللي راح احطها، واذا كان طافي راح احط هذه الصورة. وهنا بالنسبة للمروحة نفس الشيء، وهنا عندي الدفاية نفس الشيء. طبعا هذه صورة دفاية حقيقية، ولكن احنا عندنا زي ما قلنا LED او لمبة تشتغل 12 فولت. هنا عندي هذه الايكون حق الهوم بيج راح نشوفه بعد شوي، وهنا عندي حق درجة الحرارة. وهنا عندي اللوجين ايميج. نيجي اول شيء للصفحة الاولى اللي هي الاندكس دوت بي اتش بي. هذه الصفحة الاولى صفحة الواجهة. عندنا electro.php، هذا اللي راح يتعامل مع المايكرو كنترولر لإرسال البيانات. هنا عندي الداتابيز تخزين البيانات. هنا عندي connect لس الداتا بيز. عندي هنا طبعا شفنا في موضوع الماي اس كيو ال في الفيديوهات السابقه كيف اقدر اسوي داتا بيز واتصل بالداتا بيز، ومن ثم اقدر اخزن البيانات عندي بالداتا بيز. اول شيء نشرح هذا الملف اللي هو الكونكت دوت بي اتش بي. هذا راح يتصل للداتا بيز. عندي هنا فايل موجود فيه كود الاتصال. اول شيء عندي متغير وش يسوي ماي اس كيو ال كونكت، عندي في اللوكال هوست، بعدين الروت. طبعا هذه الاشياء شرحناها بالتفصيل في الفيديوهات السابقه يمكن الرجوع اليها. عندي هنا الروت اللي هو النيم، بعدين الباسورد، طبعا هذا ضبطناه في الماي اس كيو ال لما سوينا الباسورد واليوزر نيم. هنا عندي الباسورد، وهنا عندي اسم الداتابيز راح نشوفه. نفتح الداتابيز عندي، نحط الاي بي حق اللوكال سيرفر، بعدين نروح بي اتش بي ماي ادمن، لو تلاحظون هنا عندي اليوزر نيم عشان ادخل الماي اس كيو ال داتابيز. البي اتش بي ماي ادمن يطلب مني الروت اللي هو اليوزر نيم بيكون، بعدين عندي الباسورد اللي هو 4 اصفار موجود عندي هنا 4 اصفار عشان اتصل للداتابيز. كده فتحنا الداتابيز. عندي الداتابيز نيم سمير اس اي داش كنترول داش ديفايس، هذا اسم الداتابيز لو هنا. فلو نفتحه يكون عندي تيبل، عندي تيبل، هذا التيبل فيه الاي دي والال اي دي والفان والهيتر والتمبرتشر، راح يخزن لي القيم.
بعدين راح اتاكد هل تم الاتصال ام لا. اذا كان في ايرور راح يوقف هنا عندي المتصفح، هنا عندي هذه الدالة اللي هي داي. هنا اول شيء ارسل الايرور مسج failed to connect to my SQL database. فهذا باختصار عمل الفايل اللي عندي هنا، انه يتصل للداتابيز ما يتصل للتيبل، لان التيبل لسه ما سوينا، يعني ما خزننا فيه قيم. هذا بيكون عندي فايل ثاني، ولكن اول شيء لابد ان نتصل للداتابيز يتم الاتصال بشكل صحيح. فاذا كان عندي ايرور راح يوقف هنا ويعرض لهذه الرساله. فهذه وظيفه الكونكت دوت بي اتش بي. فهذا عندي الفايل شرحناه، وعندي الداتابيز. داتابيز لازم راح نعتمد على الكونكشن، عشان اقدر اخزن اي قيم في الداتابيز لابد اني ارجع الفايل اللي كان قبل شوي اللي سكرته اللي هو كونكت دوت بي اتش بي. وكذا انا اختصرت اني بس استدعيت اسم الملف اللي بيكون فيه الاتصال، راح اتاكد الاتصال. فهنا عندي كود بي اتش بي، وش راح يسوي؟ راح يخزن لي في الفاليو عن طريق البوست، راح ياخذ الفاليو اللي راح يجينا عن طريق البوست. بعدين اليونت ايضا راح يحصل عن طريق البوست يونت، والكولم اللي هو رقم العمود اللي بخزن فيه اللي هو كولم نمبر. طبعا هذه الاشياء موجودة عندي في ال اندكس 1.index.php، راح نرجع لها، ولكن هنا بس نشرح كيف نقدر نخزن في الداتابيز. هنا عندي الفاليو زي ما قلنا، راح يحصل قيمة الفاليو عن طريق البوست. هنا اليونت ايضا عن طريق البوست والكولم، لان عندي في الداتابيز هنا عندي الأعمدة 1 2 3 4 5. بالنسبة للتمبرتشر لو تلاحظون ما حطيت هنا، ليه؟ لأن قيمة التمبرتشر راح أرسلها عن طريق اللي هي الإلكترو دوت بي اتش بي، عن طريق المايكرو كنترولر، لأن ما راح أتحكم بدرجة الحرارة، ما راح أطفي وأشغل الحساس، يعني شيء غير منطقي. في أي لحظة المايكرو كنترولر يرسل لي أقدر أخزنها عن طريق الفايل اللي راح نتكلم فيه اللي هو الإلكترو دوت بي اتش بي. فهنا عندي باختصار عن طريق البوست احصل على هذه القيم. بعدين ماي اس كيو ال كويري، هنا الكونكشن قلنا بيكون عندي من الفايل اللي سوينا في الاتصال. بعدين ابديت، هذه التعليمه راح تسوي لي ابديت للتيبل 1 اللي موجود في الداتابيز. هنا عندي اللي هو تيبل 1، هذا اسم التيبل، تيبل 1 بنفس الداتابيز عندي. بعدين سيت كولوم دولار ساين كولوم راح احصله من المتصفح عن طريق البوست طبعا. وبعدين وش الفاليو اللي بخزنه في الكولوم نفسه؟ مثلا LED، كولوم LED راح يحدد لي في الداتابيز كولوم حق ال LED. بعدين وش القيمة اللي بحطها؟ اللي قلنا عن طريق البوست اللي هي الفاليو. بعدين وير الID كولوم، هنا عندي الاي دي وش يساوي؟ طبعا عندي ما عندي الا اي دي واحد، 1 ID اللي هو اليونت اي دي. طبعا الاي دي راح يفيدني كيف مثل هذه المشاريع، ان مثلا هنا عندي مايكرو كنترول رقم 1 في ال اي دي وفان وهيتر وحساس حراره، هذا الاي دي اعطيه الاي دي 1، يعني اخلي الاي دي 1 مخصص للمايكرو كنترول نمبر 1. ويمكن يكون عندي مايكرو كنترول ثاني يكون عنده نفس الأجهزة، فأنا بميز بينهم يكون له ID 2 و ID 3، يعني أقدر أتحكم بأكثر من جهاز وأراقب أكثر من جهاز. بعدين في النهاية وش راح يسوي عن طريق الهيدر؟ هذه التعليم وش راح تسوي لي؟ راح ترجعني لنفس الصفحة. خلاص خزنت البيانات في الداتابيز، ارجع لل index.php اللي الصفحة الأولى. فهذا عمل باختصار، هو شيء استدعي الفايل اللي تم فيه الاتصال بالداتابيز، اخذ القيم عن طريق البوست، بعدين اسوي ابديت للداتابيز، اروح للاي دي
بعدين اشوف الكولم اللي حتى المستخدم حدده. يمكن انا ما بشغل المروحه بس بشغل ال اي دي، خلاص اختار الكولم حق ال اي دي، بعدين حط الفاليو. طبعا الكولم حق ال اي دي مكتوب عندي هنا في الداتابيز ال اي دي، هذا العمود، والفان نفس الشيء، والهيتر نفس الاسم. هنا نجي طبعا الستايل زي ما قلنا راح يضبط الخصائص، تكلمنا عنه بالتفصيل. هنا عندي عن طريق الاي دي، مثلا عندي اللوجين ايمج، هنا راح احدد الخصائص، العرض والطول والبوزيشن والتوب والليفت وهكذا، تكلمنا عنه اكثر مرة، يمكن الرجوع للدروس السابقة. وعندي هذه الصفحة، صفحة البداية، فلو نجي نسوي اكسس للبيج عندي، لي H1 بعدين WP. هذه عند الصفحة. طبعا أول شيء عندي تايتل، وبعدين عندي جدول. طبعا هذا جدول نشرح طريقة عمله هنا. اللي هو التابل، ندخل لـ w3school.com. عندي مثلا هنا مثال نجربه، أما هنا ما يحتاج ستايل، نحط بوردر مثلا. هنا اقدر اغير البوردر اللي هو الاطار. فعندي في التابل هذا التاج حق التابل، هذا التاج حق التابل، هنا احدد البوردر، نقدر نغير القيم. بعدين وين الكلوزنج تاج حق التابل، اخر شيء عندي هنا تابل. وهنا عندي الكود تكست حق التابل. عندي اول شيء لابد اني احدد الأعمدة عندي اللي هي table header. فعندي هنا table header first name last name age. فعندي أول شيء ألغي هذا الكود عشان نكتبه بنفسنا. هنا أول شيء نسوي عندي table، بعدين نحط border يساوي مثلا 3، بعدين closing tag حق التيبل. بعدين عندي لو table header th، عندي تي اتش 1 مثلا، نيم، هنا عندي فقط عمود واحد نيم. بعدين اقدر اسوي اكثر من تيبل هيدر، اقدر احط نيم مثلا، ايج، هنا ايميل مثلا. فهذه الطريقة عشان أسوي الأعمدة. فلو نرجع للكود نفسه، نسوي ريفرش، نرجع البوردر، فهنا عندي أول شيء قلنا نسوي
طبعا هنا عندي تيبل رو لو اول صف، راح يكون في التيبل هيدر اللي هو العنوان. فنحن اول شيء لابد نسوي التيبل رو اللي هو الصف الاول. في الصف الاول عندي كم عمود اللي هو هذا، عندي الفيرست نيم لاست نيم وايج. بعدين عندي صف ثاني، الصف الثاني تيبل رو 2. تيبل رو 2 راح يكون في معلومات للصف الاول. الصف الاول قلنا هو بيكون في الهيدر اللي هو الفيرست نيم، فبقيه البيانات اللي راح تكون تحت راح تكون مثلا الاسم الاول لكل شخص. بعدين العمود الثاني عندي اول شيء الهيدر، واللي تحت راح يكون معلومات للهيدر اللي هو لاست نيم لكل المستخدمين مثلا، والايج وهكذا. اوكي، فعندي اول شيء الصف اول تي ار اللي هو تيبل رو، راح يكون عندي تيبل هيدر 1 فيرست نيم، تيبل هيدر 2 لاست نيم، تيبل هيدر 3 الايج. بعدين عندي تيبل رو ثاني وش بيكون فيه؟ بيكون فيه تي دي اللي هو تيبل داتا. هنا بدينا تيبل داتا بالنسبة للنيم اللي هو العمود الأول. فباختصار أنا كيف أسوي؟ أول شيء أول واحد أكتبه راح يجي في اليسار أول شيء. هنا عندي الفيرست نيم، هنا الفيرست نيم، بعدين لاست نيم، بعدين ايج. هذا بالنسبة للهيدر. وإذا جيت سويت التيبل رو 2 راح أبدأ من اليسار، أول واحد أحطه بيجي في اليسار. هنا عندي جل جاء أول واحد، بعدين سميت في العمود الثاني من اليسار الى اليمين، بعدين الايدج. فنحن نقدر هنا نعدل، نحط تي دي تيبل داتا، بعدين كلوزن تاج حق التي دي. فاول شيء نحط مثلا هذا الاول. اوكي، فنحط كذا جاني اول واحد ما كمل بقيه الداتا، قلنا من اليسار الى اليمين. فاجي بعدين عندي العمود الثاني last name، الحين باقي آخر عمود. أعطي رقم هكذا. وهنا عندي الصف الثاني، الصف الثاني بيانات الشخص الثاني يبدأ عندي هنا على الصف الثاني وهكذا. فانا عندي راح اعتمد على على هذا الجدول عشان احط البيانات عندي في الفرونت بيج. اما في الداتابيز سوينا هذا الكلام فما يحتاج. فعندي في الداتابيز لو نبي نسوي هذا الكلام طبعا سوينا قبله ما يحتاج، فلا مانع ان اسوي نفس الشيء. فعندي هنا نسوي نيو، داتابيز، نختار الاسم مثلا، عندي الاسم هنا نفس اللي موجود هنا، نقدر نحط اي اسم ثاني. بعدين نيكست موجود طبعا لابد ان نغير، خلنا نحط 2. بعدين اجي هنا مثلا احط احط الاسم، مثلا انا حطيت تيبل 1. كم عندي؟ كم عمد عندي؟ الاي دي هذا واحد، الاي دي اللي راح يحدد لي رقم الجهاز الاي دي. بعدين عندي ال اي دي، لو نرجع هنا اللي هو الاي دي 1 2 3 4 5، 5 عناصر. جو. بعدين هنا عندي اول شيء قلنا راح يكون الاي دي، بعدين عندي راح يكون ال اي دي، بعدين اللي هو الفان، بعدين هيتر، بعدين اخر شيء تمبرتشر. طبعا التمبرتشر عندي بيكون فلوت لان في فواصل
في فاصل 20 هنا، وهخلي فلوت. وهنا عندنا ننسى الاي دي زي ما قلنا، نحطه اوتو انكرمنت برايمري. نسوي سيف، فهذا نفس اللي سويناه هناك. اوكي، فما يحتاج نستخدم هذا الـ database. خلاص نمسح الـ database. فعندي هذا الجدول ما في إلا عندي صفين، اللي هو الـ table header والثاني اللي يكون فيه البيانات، لأن ما عندي إلا عنصر واحد اي دي واحد. اذا عندي اي دي 2 جهاز ثاني مايكرو كنترولر ثاني اقدر احط اي دي 2. فنيجي نشوف الكود حق الاندكس دوت بي اتش بي. فعندي اول شيء هنا تعليمة كود بي اتش بي انكلود كونكت، قلنا هذا اللي راح يوصلني بالداتابيز. بعدين هنا عندي ايضا كود بي اتش بي، وش راح اسوي؟ هنا عندي متغير يساوي سيرفر بي اتش بي سيلف، هذا راح يسوي لي راح احتاجه في الريفرش عشان اسوي ريفرش، لان لو تلاحظون يمكن اني يعني اضغط كذا والبيج عندي ما يسوي ريفرش. فنحن اذا سوينا سمت عادي، بس احيانا يمكن يعني انا بالبيج كل مره يسوي ريفرش، عشان اذا مثلا جتني بيانات من المايكرو كنترولر، جاني ريكوست من المايكرو كنترولر، فتتخزن القيم في الداتابيز ولكن ما راح تجيني هنا، لابد اني انا اطلعها من الداتابيز واحطها في الفرونت بيج. فانا اذا سويت ريفرش راح تجيني البيانات. فبدل ما اخلي المستخدم يقعد يسوي ريفرش، فاخلي انا عندي اوتوماتيك ريفرش. فعندي هذه التعليمة اللي راح تسمح لي هذا الشيء. هنا عندي هذا راح يسوي الريفرش في نفس الكرنت بيج اللي موجود فيها. بعدين عندي هنا متغير كم ثانية يساوي الثواني اللي نبيها، انا حطيت 20 ثانية، نقدر نحط مثلا 17 ثانية. بعدين هنا عندي في الهيد عندي هذه التعليمة اللي راح تسوي للريفرش. هنا عندي ريفرش، وهنا في الكونتنت وش اسوي؟ اسوي الكود اللي هو عدد الثواني اللي بسوي فيه ريفرش، اللي هو قلنا عبارة عن كود بي اتش بي. كود بي اتش بي استدعيت فيه المتغير اللي اعلنته فوق، اللي فيه وهو كونستنت قيمة ثابتة 17. بعدين بالنسبة لليو ار ال، هذا اللي هو الصفحة، ما راح يعني يوجهني لصفحة ثانية، بيكون في نفس الكرنت بيج يسوي لي ريفرش، اللي هو قلنا عن طريق كود بي اتش بي. عندي متغير كونستنت حطيته دولار داش سيرفر، دولار ساين داش سيرفر بي اتش بي صف نفس البيج. بعدين هنا عندي التايتل كتبت فيه اي او تي، عندي التايتل في البيج هنا اي او تي، وعندي هنا هذا الايقونة نفس الموجود عندي في مواقع ثانية. لو تلاحظون عندي هنا في هذا موقع w3school.com في ايقونة خاصة هنا، وانا حطيت في الموقع هنا. ريلود ستايل شيت، هذا زي ما قلنا راح يسوي لي اكسس للفولدر الموجود فيه السي اس اس. وهنا راح يسوي لي ريلود ايكون، وهذا مصدر الايكون، الفايل الموجود فيه الايكون اللي قلنا راح يكون عندي في اعلى الصفحة، موجود عندي في الايمج، كل الايمج موجودة هنا.
هذه الصور اللي راح استخدم في الصفحة. طبعا هذه الأيقونة. بعدين هنا عندي راح اسوي لي ابلود للايمج. طبعا هذه الصورة حق التمبرتشر حطيناها في البداية لانه ما يحتاج ان راح اسوي ابديت واغيره خلاص، لانه ما زي ما قلنا ما راح نتحكم في الحساس، نحن ما نقدر يعني مثلا نشغل ونطفي الحساس، يعني نحن بنتحكم باجهزة. فالحساس كل مرة المايكرو كنترول يرسل لي فتكون صورته ثابتة، صورة درجة الحرارة مثلا. عندي هنا هذه الصورة مثلا حطيتها هنا، اما هذه الاشياء نحن راح نتحكم فيها. مثلا الصورة هذه اخليها تفاعلية عن طريق الجافا سكريبت، اقدر مثلا اضغط عليها اون اوف، اما هذا يعني ما يحتاج. فبس احطه كده عشان للدلالة على ان هذا التيبل اللي عندي لدرجة الحرارة، وهذا الهيتر، وهنا الفان، وهنا ال LED. وهنا عندي في الهيد ما حطيت السكريبت كود اللي هو جافا سكريبت، حطيت اخر شيء تحت لاني راح احتاجه في البادي، راح احتاجه تحت فما حطيته في البداية. عندي هنا عندي البادي، عندي التايتل هنا هوم اوتوميشن بروجكت زي ما شفنا، هنا عندي هوم اوتوميشن بروجكت، سويت له ضبط عن طريق ال CSS. بعدين هنا عندي هيدر ثاني بيكون في النيم، وهنا الايميل. طبعا هنا حطيت تاج، ما حطيت هيدر، حطيت دي اي في. اذا حطينا دي اي في هذا بيكون عندي اسم عادي اقدر اضبطه بال CSS، فعشان كده حطيت له اي دي. فنقدر نستخدم مثلا هنا بدل الهيدر اقدر استخدم دي اي في، ولكن عندي في CSS ما راح يتعرف عليك اتش تي ام ال هيدر، فلابد ان نعطي اي دي. فانا عندي انفو هذا الاي دي حقه، والخصائص موجوده في الستايل شيت فولدر. هنا عندي الاسم، وهنا عندي الايميل. موجودة هنا عندي آخر شيء. طبعا حددت المكان واللون، لو تلاحظون موقع ما جاء تحت الهيدر مباشرة، جاء تحت بعد الصور آخر شيء، هذا عن طريق ال CSS. بعدين هنا عندي كود PHP، وش راح يسوي؟ أول شيء عندي الريزالت وش يسوي؟ MySQL راح يروح عندي من التيبل بيأشر لي على التيبل 1. قلنا التيبل اللي فيه البيانات، راح أشوف في التيبل 1. بعدين عندي هذه التعليمة while، عندي while raw اللي هو هذا الصف اللي راح يكون عندي في الداتابيز. فعندي في الرو يساوي هذا، راح يطلع لي البيانات اللي موجودة في الريزالت اللي جاب الريزالت. الريزالت طبعا راح يحدد لي التيبل 1 select from table 1، هذه التعليمة راح تحط لي الرو اللي هو الصف. لو نروح لل database هنا التيبل 1، هنا عند تيبل 1، فراح الرو راح يأشر لي مرة في ال LED، أجي أخذ البيانات، بعدين للفان، بعدين الهيتر، وهكذا. فعندي أول شيء هنا اللوب الرو وش يساوي؟ هذا التعليم MySQLi fetch array result، يعني هنا قلنا نحدد على التيبل. عندي التيبل 1 هذا حق الديفايس اللي راح اطلع منه البيانات. بعدين عندي عن طريق هذه التعليمة راح يكون عندي لوب اقدر اني احط البيانات عندي في الرو. فهنا عندي، هنا عندي طبعا متغير دولار ساين كرنت ال اي دي حطيته يساوي رو ال اي دي. قلنا رو ال اي دي
راح يأشر على أول شيء في الداتابيز في التابل 1 على ال LED هنا. فأنا لو أبي قيمة ال LED الحالية وش أسوي؟ قلت هنا كله هذا الرو راح يأشر على البيانات اللي موجودة في مصفوفة. يعني نفترض أن البيانات كلها بتكون في مصفوفة، فهذا نقدر نفترض أن كأنه يعني الإندكس اللي راح يأشر لي عناصر مصفوفة. فعند المتغير هذا current LED، قيمة LED الحالية وش تساوي؟ تساوي الرو في الإندكس LED، يعني تجيب لي باختصار السيل حق ال LED اللي موجود في الداتابيز هذه الخانة. والرو فان هنا، رو هيتر هنا، رو تمبرتشر هنا. فراح اخزن هنا في الكرنت ال اي دي، بعدين اشوف اذا كان كرنت ال اي دي يساوي زيرو، يعني القيمه اذا موجوده في الداتابيز يساوي زيرو، يعني باختصار المستخدم حط زيرو يبي يطفي ال اي دي. طبعا زيرو راح يطفيه، وان راح يشغله. فانا وش اسوي؟ ايكو راح اطلع عن طريق البي اتش بي كود اتش تي ام ال. وش راح يسوي؟ راح اطلع فيه ايمج. فعندي هذه التعليمة راح تطلع لي الايمج حق الاوف اذا كان طافي، لان الحالة هنا زيرو عندي هنا زيرو. فراح يجي هنا وش يسوي؟ عندي هنا الايمج، اذا تم الضغط على الايمج ايمج اي دي، هذا الاي دي حقه طبعا اذا نبغى نضبط خصائصه بال سي اس اس، او انه نستخدمه في الجافا سكريبت عندي عشان اسوي فيه بروسس. بعدين اون كليك، يعني اذا تم الضغط على الصورة. فلو نيجي هنا لو تلاحظون عندي عندي الايمج، لو نرجع للمشروع عندي هنا الصورة اقدر ان اضغطها واغير قيمتها. عندي كود في الجافا سكريبت لابد انه يعرف هل هي اون ام اوف عشان يغير لي الصورة، ومن ثم يسوي سمت عن طريق الجافا سكريبت. راح نسوي سمت نرسله نرسل الفورم للداتابيز عشان يخزن لي القيمه. لو تلاحظون هنا عندي اقدر اما ان اكتب هنا وارسل عن طريق الفورم. هذا طبعا هذا الطريق شفناه عن طريق الفورم، يكون عندي زر اقدر ان اضغط اون او اوف وارسله، راح يطفي لي اياه، راح يروح للداتابيز ويرسله. او ان عندي طريقه ثانيه عن طريق الايمج عن طريق جافا سكريبت اسوي تاثيرات تفاعليه بالنسبه للعناصر، اقدر ان اخليها اتحكم بتخزين القيم في الداتابيز. فهنا عندي راح نحتاج الاي دي عشان نضبط خصائص الصورة، وايضا عشان استخدم الجافا سكريبت. فهنا عندي اون كليك راح يروح لهذه الدالة، هذه الدالة تحت. وش راح يسوي؟ راح يسوي فيها البروسيس، اما يحط لي اون او اوف وبعدين يرسل القيمة، راح نتكلم عنها بالتفصيل، لكن هنا بس عشان نكمل عندي التعليم اللي بعده. فوش راح يسوي؟ راح يروح لي لهذه الدالة، وبعدين وش الايمج سورس؟ راح احط الاوف لانه زيرو، الحاله عندي زيرو. فراح يروح للايمج سورس عندي الفولدر، راح يجيب لي الايمج اوف ال اي دي اوف عندي هنا من ضمن الصور هذه ليد اوف. في الحاله الثانيه اذا كان واحد ليد اون. فقلنا اول شيء بيأشر لي على الخانه اللي موجوده في الداتابيز حق ال اي دي، يشوف هل هي زيرو ام 1. اذا كانت زيرو وش يسوي؟ يجي يحط لي الايمج اوف، يختار من الفولدر. بعدين هنا عندي راح نروح لهذه الدالة، هذه الدالة موجودة عندي تحت. هذه الدالة اللي هي تشيك ايمج ال اي دي، راح يقفز هنا اول ما اضغط على الصورة. عندي هنا اعلنت عن فانكشن دالة. وش راح يسوي؟ راح يكون عندي var image. وش يساوي الايمج؟ راح يأشر لي على الدوكيمنت موجود عندي في البيج في الصفحة، الدوكيمنت دوت جيت element by id. طبعا شفنا تكلمنا عن هذه الطريقة في الفيديوهات السابقة وشرحنا وسوينا على تطبيقات. فراح يأشر لي للاي دي حق الايمج حق الصورة. بعدين if image source ماتش، هذه عن طريق الجافا سكريبت راح تتحقق لي هل ايمج اون عن طريق الماتش هذه الفانكشن. بعدين ارسل له، عندي هنا البارامتر عبارة عن السورس ايمج، الايمج عندي هل هي اون، يعني باختصار كاني قاعد اقول له
هنا عندي الايمج قلنا بيأشر لي على الصورة بالاي دي، الاي دي اللي موجود فوق ايمج ليد. لو نرجع فوق هنا عندي الايمج لهذا الاي دي قلنا راح نحتاجه عشان نستخدمه في الجافا سكريبت تحت. فهنا عندي اشرت على الايمج، فاتاكد هنا عندي الايمج دوت سورس اس ار سي ماتش. بعدين يشوف هل هي الايمج اون، يعني باختصار هل مستخدم يعني شغل الليد، هل هي اون؟ هذا الاون طبعا، هذا الاوف، راح يعرف لي هل هي اون ام اوف عشان بناء عليه يرسل للداتابيز. اذا كانت اون فعلا، اذا كانت اون تساوي الاون، وش راح يسوي؟ ايمج سورس راح يغير السورس الى الاوف، يعني باختصار كان راح يدخل هنا عندي راح يغير يخليه اوف. بعدين document دقت element by id في ال LED text box dot value راح يحط صفر. لو تلاحظون فعلا هذا اللي يسوي، راح يروح لل هنا عندي هذا التكست بوكس، راح يغير التكست بوكس على حسب الايمج اما اون او اوف. else في الحالة الثانية وش راح يسوي؟ إذا ما كان، إذا ما حط لي إياها أوف أكيد راح يكون أون، فراح يأشر على الأون اللي موجود عندي في الإيمج هنا أون، راح يحط الإيمج أون راح يتغير عندي إلى أون. بعدين دوت كلمه دوت دوكيمنت دوت جيت إليمنت باي أي دي اللي هو التكست بوكس فاليو راح يغير ال 1، فعلا راح يخليه اون ويغير لي هذا مباشرة ال 1. بعدين في النهاية إذا حددت الصورة بناء على يعني ضغطة المستخدم، في النهاية لابد إني أرسل أسوي سميت للقيمة، يعني أرسلها للداتابيز. فعندي document.getElementById.LEDForm.submit، فعندي LED فورم سميت راح يرسل لي، راح يرسل باختصار قيمة ال LED. فعندي ال LED text box موجود عندي في الفورم. لو نرجع للفورم طبعا بالنسبة لل هذه ما راح نرجع لها لأن نفس الكلام اللي قلناه فوق، ولكن للمروحة للفان واللي تحت الهيتر نفس الشيء. فنيجي نشوف الفورم اللي موجود فيه التكست بوكس، نرجع من فوق اول شيء نكمل نفس المكان اللي كنا فيه. فهنا قلت عندي اول شيء راح اخذ من الداتابيز قيمة الليد، بعدين اشوف هل هي طافية. اذا كان يعني القيمة جتني من الداتابيز زيرو، ايش راح اسوي؟ راح اروح لهذه الدالة، طبعا هذا الاي دي حق الايمج ليد اللي راح اسوي فيه البروسيس. بعدين عندي الاون كليك راح اروح لهذه الدالة وشرحنا هذه الدالة بتفصيل تحت. بعدين السورس ايمج يكون عندي باوف، هذا السورس راح يكون باوف. طبعا شفنا تحت كيف عن طريق السورس غيرنا الايمج. وهنا عندي else راح يكون السورس اون، فانا راح احتاج اني اشوف السورس. هنا السورس انا حددته وتحت زي ما قلنا عن طريق الماتش في الجافا سكريبت. هنا عندي اشوف الايمج، طبعا الايمج اشرت انا عليها الايمج بالاي دي، اشرت عليها بالاي دي اللي موجود فوق. بعدين عندي السورس اذا كانت زيرو قلنا من الداتابيز راح اخليه اوف، وهنا اتاكد هل هي اون ام اوف، بناء على ذلك راح يحط لي، وقلنا في النهايه راح نسوي سميت. بعدين هنا عندي نفس الشيء current fan وش يسوي؟ عندي متغير راح اخزن فيه قيمة الفان، قلنا الرو المصفوفة اللي بتكون فيها العناصر حق التيبل
وهنا عندي الاندكس فان، يعني رو فان روح لي في الصف اللي موجود فيه الفان في الداتابيز هنا، عفوا في الداتابيز اللي هو هنا الفان، نفس الكلام اللي شرحناه للليد نفس الشيء، ما يحتاج نشرح اجين نفس الشيء. وهنا نفس الشيء بالنسبة للهيتر، طبعا هنا مسوي كومنت كاتبه بالتفصيل، يعني يمكن يمكن الرجوع إليه للفائدة. فكده خلصنا في البداية ان كيف في البداية اول ما اشتغل عندي البرنامج، هنا عندي في الفرونت بيج اقدر اني اغير الصورة، وايضا اني اغير هذه القيمة واسوي سميت للداتابيز ارسل قيمة. هذا بالنسبة للبارت 1 الكود. هنا عندي البارت 2 اللي راح اسوي فيه الجدول، طبعا راح نستخدم البي اتش بي، راح ندمج البي اتش بي مع الاتش تي ام ال عشان نعرض التيبل. هنا عندي في البداية لو تذكرون في هذا الموقع هنا عندي قلنا راح نسوي نفس الطريقة. انا عندي هنا عندي بيكون مثلا هنا الاي دي، وهنا الاي دي، وهنا فان، بعدين ننسخ عندي تيبل هيدر ثاني اللي هو للتمبرتشر، تمبرتشر هنا قيمة ال اي دي مثلا زيرو طافية، وبالنسبة لل اي دي عفوا هنا الاي دي هنا راح يكون الاي دي، قلنا نبدأ بترتيب من اليسار الى اليمين، هنا الاي دي 1 الاي دي طافي والفان شغال، ولا ننسى ان عندي عناصر ثانية، هنا نسينا الهيتر، عندي هيدر ثاني. طبعا نقدر نجرب هذه الاشياء كلها هنا وبعدين نقدر نحطها في الصفحة. عندي هنا عندي الهيتر، كده باقي لي عنصرين اللي هو الهيتر نخليه مثلا طافي لان عندي المروحة شغالة ما يحتاج. بعدين عندي تمبرتشر مثلا 25 سلسيوس مثلا. بقية العناصر ما عندي الصف ثاني، ما عندي الا صف واحد، فكذا خلاص يكون عندي اخر شيء كلوزن تاج حق التيبل. هذا الطريق اللي انا متبع هنا. ونرجع الكود، هنا عندي الايكو تيبل بوردر يساوي 4، بعدين اي دي اعطيته تيبل عشان اضبط خصائصه بالسي اس اس. بعدين عندي تيبل رو الصف الاول راح يكون في الاي دي ليد فان هيتر بعدين تمبرتشر. كذا خلاص خلصنا، طلعناه عن طريق الايكو. قلنا نقدر ندمج البي اتش بي مع الاتش تي ام ال. بعدين عندي الريزالت وش يسوي، ايضا هذا راح يحدد لي التيبل لاني ابى اطلع. انا كذا عندي سويت الاعمده اللي هي الجدول، سويت التيبل عندي، سويت العمود والصف، فابى اجيب هذه القيم. هذه القيم طبعا ما هي بعشوائيه، عندي بجيبها من الداتابيز. فنفترض ان انا عندي هنا سويت هذا الشيء، سويت فقط هذا الشيء. هنا عندي هذا الهيدر سويته من خلال هذه التعليمة. باقي في الصف الثاني راح تكون فيه البيانات اللي قلنا هذه، اللي هذه القيم قلنا هذه القيم راح نجيبها من الداتابيز. الداتابيز هو المكان الأساسي اللي أقدر أجيب فيه البيانات، لأن احتمال يمكن يجي يعني المايكرو كنترولر يغير عندي بيانات، فيمكن الرجوع سواء الفرونت بيج او المايكرو كنترولر. المكان الوحيد اللي يتم يعني استدعاء من البيانات او تخزين البيانات يكون في الداتابيز عندي، لان اذا حطيتها في البيج مجرد ان اطفي اسكر الويب براوزر راح تختفي البيانات من عندي. فكده قلنا بحط في الريزالت راح ياشر لي على التيبل زي ما شرحنا فوق. وهنا عندي عن طريق
الوايل لوب، راح اطلع البيانات عندي في الرو، بعدين هنا عندي ايكو تي ار، هنا عندي التاج حق التيبل رو الاول. احنا قلنا بيكون عندي صف، لابد اني احط البيانات كلها داخل صف. فهنا عندي هذا، خلصنا منه خلاص، تكلمنا عنه. وهنا عندي ابى اطلع هذه البيانات، فانا كاني كذا بديت اول شيء حطيت هذه، كاني اول شيء حطيت تي ار، لان كاني قاعد اقول ان عندي صف ثاني، ولكن انتظر لما اطلع البيانات من الداتابيس بعدين اكمل هذه البيانات. بعدين عندي اليونت اي دي، وش يساوي؟ رو يونت، راح ياشر لي على اليونت في الداتابيز ويخزن لي هنا عندنا في الداتابيز اليونت، عشان اشوف الجهاز، اي جهاز. يمكن يكون عندي 10 مايكرو كنترولرز، كل واحد يرسل البيانات اللي انا بشوفها اتحكم فيها وراقبها هكذا. عندي يونت اي دي، راح يجيب لي الاي دي نمبر. بعدين عندي تي دي، راح يحط الاي دي. هذه التعليمة بالضبط نفس اللي شفناه هنا. هنا عندي الـ ID، أول شيء جاب الـ ID، طبعا هذه الأشياء ما موجودة عندي. أول شيء جاب لي الـ ID، هنا موجود الـ ID، كان بيسوي هذه التعليمة، ولكن قلنا راح نطلعها عن طريق الـ Echo، Echo بالـ PHP. ولا ننسى ان هذا راح يكون عندي في الرو، رو بعدين اللي هو الاندكس اي دي. بس عندي ما راح يجي هذا الشيء في الموقع، فعندي نفس الشيء، عندي ايكو تي دي. طبعا فالـ PHP نطلعها كلها عن طريق تكست. بعدين دوت، عندي نص ثاني اللي هو القيمة اللي جبتها من الداتابيز. وحط هذه، نقدر هنا نغير هذه القيمة مثلا، لأن خلاص اوريدي حطيتها هنا. أقدر مثلا بدل هذا أقدر أحط هذه القيمة عندي هنا. فلو أجي أحط هذه يونت أي دي، لانه اوريدي مع موجود عندي، اقدر احطها هنا بداله. اوكي، فكده حطيت داتا 2. بعدين عندي كولوم ال اي دي، وش يساوي؟ يساوي ال اي دي، كولوم ال اي دي اللي هو عمود ال اي دي. طبعا هذه البيانات انا احطها لاني ابغى ارسل في الداتابيز العمود الخاص بكل عنصر، راح نتكلم عنه بعدين في السمت لما ارسل بيانات للداتابيز. ولكن هنا عندي متغير كولوم، وش يساوي؟ كولوم ال اي دي يساوي ال اي دي، كولوم هيتر يساوي هيتر، كولوم فان يساوي الفان. هذا كونستنت، قيم ثابته انا حطيتها، بعدين راح نشرحها. هنا عندي كارنت ال اي دي، وش يساوي؟ راح يخزن لي، راح يحدد لي على قيمه ال اي دي اللي موجوده في الداتابيز ويخزن لي هنا. نفس الشيء هنا في الهيتر، نفس الشيء في الفان. كذا خلاص جبت ال اي دي والهيتر والفان، فاجي احطهم في التيبل عندي. هنا عندي ايكو تي دي، ولكن لا تنسون ان انا عندي في ال، لو ارجع للفرونت بيج، هنا في الفرونت بيج، هنا الصفحه، هنا عندي ما حطيت فقط قيمه، لا عندي فورم كامل موجود في ال، في السل عندي هنا في التيبل. يعني مو بنفس اللي سويناه هنا، يعني مثلا جيت هنا مثلا حطيت قيمة ال LED مثلا بزيرو، فهنا ما هي ما بجيب انا بس القيمة، لا بيكون عندي فورم كامل، لانه بيكون عندي تكست بوكس وراح يكون عندي زر. تلاحظون هنا عندي فورم كامل اطلع في البيانات، وهنا عندي ايضا زر عباره عن سميت.
فانا عندي فورم الاي دي حقه ليد فورم والاكشن وراح وين راح يرسل لي في الداتا داتابيس دوت بي اتش بي داتابيس دوت بي اتش بي هي الداتابيس دوت موجود عندي طبعا هنا نرجع لها داتابيس دوت بي اتش بي داتابيس دوت بي اتش بي ايش راح يسوي؟ راح ياخذ الفاليو من البوست هنا عندي الفاليو حق ال طبعا ما راح ارسل كل البيانات مره واحده لا يعني مثلا ضغطت الليد لان يمكن المستخدم ما يبي يعني يتحكم في الاجهزه الثانيه مثلا ضغط على الليد راح فقط يرسل لي ال اي دي لو تلاحظون هنا ليد فقط هذا راح يرسل فانا لما اسوي سميت ما مو بزي التطبيقات السابقه ان اسوي سميت خلاص يرسل لي عناصر الفورم كلها لا يمكن انا ما برسل قيمه الفان ما بيتحكم فيها عندي الفان شغال انا ما بيتحكم في الدفايه وهكذا فعندي سميت بيكون لل اي دي ضغطت ال اي دي فعندي راح اخذ الفاليو اللي راح تجيني وبعدين اليونت قلنا الاي دي راح يكون واحد لان عندي لان ال LED عندي في ال ID 1 كل العناصر في ال ID 1 بعدين عندي الكولم هذا المتغير اللي قلت لكم كونستنت راح يكون الكولم لان انا احتاج الكولم واحتاج القيمه وال ID عشان اخزنها في ال database عندي فهنا عندي method طبعا post هنا عندي ال input هنا عندي ال LED text box هذا اللي قلنا راح نستخدمه بالجافا سكريبت عشان عن طريق الايمج يحط لي القيمه هنا في التكست بوكس هذا هو ال اي دي تكست بوكس لو تلاحظون هذا موجود عندي تحت في الجافا سكريبت كود اللي هو هنا ال اي دي تكست بوكس راح اغير الفاليو حق الدوكمنت دوت جيت element باي اي دي اللي هو ال ليت تكست بوكس ليت تكست بوكس فاليو راح اغير قيمته الى 0 اذا كان طافي 1 اذا كان شغال وهنا عندي التايب طبعا تكست والفاليو هذه الفاليو اللي راح يرسل المستخدم اللي هي الفاليو نيم يساوي فاليو بعدين الفاليو طبعا نيم اللي هي بيجيني فاليو نيم هي الفاليو قيمة العنصر الواحد اللي راح ارسله بسوي له سميت هنا في البيج يعني عندي اسم التكست بوكس هذا عبارة عن اسم فاليو لأن في النهاية يمثل القيمة اللي أنا برسل الفاليو إما 0 أو 1 فهذا النيم عنده فاليو والفاليو اللي هي القيمة اللي راح يرسلها التكست بوكس اللي هي current LED هذا current LED من وين جبتها دولار ساين current LED هذه من الداتابيز لو نروح فوق هنا عندي current LED وش يساوي رو ال اي دي من الداتابيز بعدين هنا عندي السايز طبعا هذه اضبط فيها الخصائص هنا عندي السايز 10 لو اجي مثلا اغير السايز اخلي مثلا 20 هنا عندي السايز اللي تلاحظون كبر رجع زي ما كان هنا عندي الماكس لينث لان بت عندي اما 0 او 1 فالماكس لينث واحد يعني بس عنصر رقم واحد لان عندي بت اما 0 او 1 لو تلاحظون ما اقدر يعني احط قيمه ثانيه مثلا امسح هذه اما 1 او 2 اما 1 او 2 لو اجي ابغى احط رقم ثاني ما اقدر اما 0 او 1 قيمه واحده حتى ان شاء الله لو ارسل 9 عادي بس اهم شيء يكون قيمه واحده بعدين في النهاية عندي input hidden اللي هو text input بس يكون hidden يعني ما هو باين عشان لابد اني زي ما قلت انا لازم ارسل اللي هو اوكي هنا راح ارسل ال current LED
عرفنا اما اون او اوف. طيب وبعدين قلنا لابد انه يكون عندي في الداتابيز عشان اخزن، لازم يجيني الكولم واليونت اي دي والفاليو. هذه الفاليو راح نرسلها اللي قلنا كارنت ال اي دي، موجود عندي هنا الفاليو. بعدين عندي انا ما ابي المستخدم يشوف رقم العمود، يعني ما ابي انا اقول له حدد رقم العمود وحدد الاي دي وبعدين ارسل. فراح يعني هذا الشيء راح يكون يعني متعب. فانا ما اوضح هذا الشيء للمستخدم اللي موجود في الفرونت بيج، بس انا اخليه فقط انه يتحكم فقط، اما يشغل او يطفي ويراقب القيمه هنا. ولكن انا عندي في الباك جراوند موجود عندي هنا عباره عن تكست انبوت 2 تكست انبوت 3 راح يكون في قيمه العمود والاي دي. فانا عندي الوغير هذه، الهادي نحطها الى التكست تكست، وانا راح احط ايضا تكست. نشوف هذا الكلام، لو تلاحظون ايش جاء عندي هنا، هنا جاء عندي العمود اللي هو ال LED. هذا ال LED كولوم جاء هنا عندي، وهنا ال ID رقم 1. هنا طبعا عندي ال on off اول شيء، هذا لو تلاحظون نفس الشيء. فهنا عندي هذا constant، طبعا نحن حطينا المتغير هذا اللي هو ال LED كولوم constant وال ID constant طبعا، لان راح احتاجه في الداتابيس. فانا لو اظهرت هذا المستخدم، لو تلاحظون حتى شكل الابلكيشن يعني مو زين، فانا اخفي هذا الشيء لان انا داري انه بيكون عندي ال LED في نفس المكان والاي دي، فانا اخفي هذا الشيء. فهنا اجي ارجع هذا الشيء، سوي سيف وارجع نفس البيج. فانا عندي قلنا النيم يونت لان راح احتاجه في ال في الداتابيز، لان عن طريق البوست راح احصل على اليونت والفاليو والكولم. طبعا بالنسبه للفاليو هذا على حسب قيمه مثلا الكرنت ال اي دي اللي يحط المستخدم، اما اليونت والكولم هذه ثابته لان انا اعرف مكان الكولم واعرف الاي دي نمبر. هنا طبعا الفاليو راح نرسل دولار ساين يونت اللي جبناه من الداتابيز، وايضا يقدر يغير مثلا المايكرو كنترولر يرسل لي مثلا يونت رقم 2، يقول لي مثلا انا المايكرو كنترولر نمبر 2 رقم 2 وهذه بياناتي، فهمت زي كذا. فهذا اليونت راح ينفعني الاي دي اني احدد الجهاز. وهنا هذا الهايدن 2 راح يرسل لي الكولم. بعدين في النهايه عندي سميت بتن تايب سميت، هنا عندي النيم اللي هو التشينج بتن، هنا عندي طبعا هذا ستايل، والفاليو راح يكون ليد اون اوف اللي هو هنا ليد اون اوف. اقدر ايضا من خلاله اني اما اشغل او اطفي. فهذا بالنسبه للكرنت ال اي دي. وبالنسبه للعناصر الثانيه نفس الشيء، ما يحتاج، ما راح نتكلم عن الفان والهيتر. بعدين عندي في النهاية آخر شيء عندي العمود الأخير راح أحط الـ temperature. هنا الـ raw temperature راح يأشر على الـ TMP في الـ database. عندي الـ TMP اللي هو الـ temperature، هنا عندي الـ TMP اللي هو الـ temperature راح يجيب له قيمته. لو تلاحظون ما حطيته في الفورم عندي لأنه ما زي ما قلنا ما راح أطفي وأشغل الحساس، يعني مو بعنصر انا بتحكم فيها، بس ابي قيمته كل ما طاير قيمته يرسل لي المايكرو كنترولر. فعندي تي دي اخر شيء حط لي التمبرتشر. بعدين اخر شيء كذا هنا عندي الكلوزنج تاج حق التيبل رو، وين التيبل اخر شيء. فهذا عندي الاندكس دوت بي اتش بي شرحناه بالتفصيل. فكذا باقي عندي اللي هو ال electro.php. electro.php هذا راح يتعامل مع المايكرو كنترول. نفترض ان المايكرو كنترول بيرسل لي مثلا درجة الحرارة، فيسوي اكسس لهذا البيج
ويقول لي ان انا مثلا غيرت قيمة الليد، مثلا تغير عندي قيمة الليد او تغيرت عندي درجة الحرارة، ويرسلها لي. فراح يرسل عن طريق، فراح يرسل لهذا البيج، وانا راح اخذ البيانات واخزنها في الداتابيز عندي. وايضا تاكيدا راح اعرض هذا الشيء في الصفحة. فعندي اول شيء طبعا لا ننسى ان دائما نحط الانكلود هيدر حق الكونكت اللي يتصل الداتابيز، لان في النهاية راح نتعامل مع الداتابيز لتخزين بيانات. فعندي هنا متغير دولار ساين ابديت سيرفر فاليو، هذا المايكرو كنترولر راح اخليه بواحد اذا عندي قيم جديدة، يعني غير الليد او غير درجة الحرارة وهكذا. يعني هذا راح ابديت سيرفر فاليو راح يكون بواحد، فهذا راح يفيدني اني اذا حطيته بواحد اقدر اخزن في الداتابيز، اذا كان بصفر ما اقدر، حتى لو تغيرت القيمة جيت انا حطيتها ما راح يتغير عندي. فعند الطريق اللي راح يتصل المايكرو كنترولر راح يرسل لي هذا الشيء، راح يرسل لي الستيشن حق عفوا الاي بي حق اللوكال سيرفر، بعدين الفولدر. نحن عندنا الفولدر موجود في عندي في اللوكال سيرفر اللي هو لو نيجي هنا عندي في ال H1 بعدين WP بعدين electro.php. فنيجي نغير هنا، انا طبعا كومنت للتوضيح، وبيكون عندي في اللوكال سيرفر H1 HA1 بعدين ويب WP اللي هي الويب بعدين electro.php. فقلنا عن طريق الجيت راح ارسل هذه القيمة. فنفترض ان المايكرو كنترول لو يرسل قيمة راح يكتب لي هذا الشيء، فنجي نجرب هذا الشيء هنا. نجرب في اليو ار ال، لو نجي نكتب هذا الكلام عند اللوكال اي بي بعدين الفولدر اللي فيه المشروع بعدين electro.php بعدين هنا عندي الجيت ريكويست. فعندي في الجيت قلنا اول شيء علامه استفهام، بعدين اليونت وش يساوي؟ عندي يونت 1 اللي موجوده فيها البيانات في الداتابيز ابغى اخزنها، هنا عندي الاي دي 1 نمبر 1 بعدين عندي اند ال اي دي يساوي 1 او اقدر اخليه اوف، اند فان يساوي اند هيتر يساوي بعدين اند تمبرتشر هذا قيمه التمبرتشر، بعدين في النهايه قلنا هذا البت راح يسمح لي اما اني اخزن ام لا. فلو تلاحظون لو خليته كله اون مثلا، هنا عندي كله اون كله شغال، وبخلي مثلا درجة الحرارة 200.9 مثلا، هذا لو خليته بزيرو. نفترض الحين المايكرو كنترول هو اللي قاعد يسوي اتصال، يعني بيخزن هذه البيانات في السيرفر عندي. فلو تلاحظون اوكي هنا عندي طبعا نيجي نغير القيم، هنا عندي الفان. لو تلاحظون هنا عندي حطيت كل البيانات بون بس ما تغير عندي، ما تغير عندي. لو نيجي هنا نرجع للفرونت بيج ما تغير شيء، لو اسوي ريفرش نفس الشيء ما تغير. نيجي اول شيء نتاكد نطفي كل الاجهزه تكون طافيه، ولو نيجي نرسل هنا، هنا عندي الاجهزه كلها طافيه. عندي في الفرونت بيج كلها طافيه اوف، فانا ابي اجي اشغل. اوكي حطيت كله اون، حطيت ال دي 1 والفان والهيتر والتمبرتشر حطيتها 200، بس في النهايه ما حطيت هذا البت بواحد. لو اضغط انتر في النهايه ما راح اغير شيء، ما راح اشغله كله عندي. طبعا بالنسبه الشيء الوحيد اللي راح يغير درجه الحراره، ليه؟ لان درجه الحراره قلت انا يعني ما راح يهمني ان، ففي كل لحظه درجه الحراره راح تتغير، يعني مستحيل راح تكون ثابته على قيمه واحده. ف هذا الشيء ما يمنع، يعني يقدر مايكرو كنترول دايركت انه يخزنها في السيرفر عندي، بس الاجهزه اذا اشتغلت وطفت لابد ان من خلال هذا البيت اقدر اسوي كنترول. فلو تلاحظون عندي اوكي درجه الحراره تغيرت، نقدر نغيرها هنا مثلا نحطها مثلا
60، نضغط انتر، لو نجي هنا عندي نسوي ريفرش فعلا تغيرت 60. بس هذه ما اشتغلت كل الاجهزه عندي، ليه؟ لانه متعلقه بهذا البت الاخير. راجع خليه 1 واجي اسوي هنا ريفرش، لو تلاحظون كل الاجهزه اشتغلت عندي. اجي اطفيها، خلي الليد بزيرو، الفان بزيرو، هيتر بزيرو، اجي اضغط انتر، لو اروح هنا كلها راح تطفى. فكذا راح يتواصل مايكرو كنترولر لتخزين البيانات في الداتابيز. فنيجي نشوف هذا الكلام، لو تلاحظون عندي اول ما سويت هذا الريكوست فعن طريق الايكو طلعت البيانات الحاليه الموجوده في الداتابيز، وايضا طلعت قيمه هذا البت، عشان بس نشوف كيف الريسبونس راح يكون بعد تخزين القيم. طبعا لو تلاحظون هنا حطيت هذا الرمز داش ال اي دي بعدين هاش زيرو بعدين هاش ال اي دي داش، وبعدين الفان نفس الشيء عندي داش فان هاش زيرو اللي هي القيمة في النص بين الهاشين بعدين فان. ليه سويت هذا الترميز؟ عشان احتاجه في الفايند جيت سترينج في المايكرو كنترول عشان اخرج البيانات، اطلع البيانات زي ما شرحنا الفايند جيت سترينج. اعطيه مثلا الرمز الاول، يعني اقول له ابدا من هنا الى هنا، وش القيمة اللي بينهم؟ الزيرو او الون على حسب قيمة ال LED اللي جاي من الداتابيز. طبعا هذه القيمة راح تيجي من الداتابيز الكنترول اللي يحط المستخدم اما اون او اوف. فهذا الريسبونس عندي بيجي بهذا الشكل. عندي هنا فور ايش، طبعا شرحنا هذه التعليمة. اذا كان عندي اكثر من يعني فاليو في الريكوست بيكون عندي يعني كثير صعب اني اجي اسوي لكل واحد جيت ريكوست، يعني اسوي جيت اني احصل البيانات. فمن خلال هذا اللوب فور ايتش ريكوست، فور ايتش ريكوست، والكي اللي قلنا هو الكي راح يكون ايه؟ اسم المتغير اللي مثلا ال اي دي، الكي بيكون مثلا عندي ليد، بعدين الفاليو اللي هو بعد اللي يساوي اللي هو القيمه اما اون او اوف. باختصار بدون يعني تعمق، وش راح يسوي لي؟ راح يشوف كل الريكوست، راح يطلع لي الكي يعني اما ال اي دي او فان او هيتر ايا كان، بعدين ياخذ لي الفاليو حقه. فانا وش اسوي؟ عندي اف ستيتمنت داخل اللوب، اف كي يساوي يونت، يعني كم رقم اليونت. فانا عندي هنا لو تلاحظون في الريكوست عندي اليونت ثابت بواحد، لان انا عندي البيانات راح احطها في الاي دي نمبر 1، ما عندي يعني اي دي ثاني مايكرو كنترول ثاني اخزن فيه القيم، ما عندي اللي في الداتابيز الا الاي دي 1. هنا عندي اف كي يساوي يونت، عندي متغير دولار دولار ساين يونت يساوي الفاليو، هذه الفاليو اللي حق اليونت. وهنا اذا كان الكي يساوي temperature، يعني المستخدم حط تي ام بي في الريكوست هنا اللي هي تي ام بي، خذ لي قيمه الفاليو اللي بعد اللي يساوي. هنا عندي متغير temp ياخذ الفاليو، بعدين قلنا هنا الدايركت بدون ما يعني بدون ما اتحقق من البت اللي قلنا من خلاله اما اخزن او اني ما اخزن في الداتابيز ما راح يحتاج. فانا وش سويت؟ حطيت الكي، اذا لقينا التمبرتشر دايركت ياخذ لي الفاليو ويخزنه يسوي ابديت للداتابيز. عندي ماي اس كيو ال اي كويري، هنا الكونكشن عندي راح يسوي لي ابديت للتيبل 1 سيت تمبرتشر، راح يروح للعمود حق التمبرتشر اللي هو بالكابيتال تي ام بي في الداتابيز. هنا التي ام بي راح يخزن القيمه دايركت، راح يخليها تساوي ايش؟ تساوي دولار ساين temp اللي هو قيمة التمبرتشر في الريكوست. وير اي دي زي ما حددنا، طبعا اهم شيء الاي دي نمبر عشان يحدد لي رقم الجهاز، عشان اعرف اي مايكرو كنترول، هل هو المايكرو كنترول 1 او اذا كان عندي 2 او 3 وهكذا، اعرف الاجهزة اللي قاعد تخاطبني. بعدين عندي اذا كي يساوي ابديت سيرفر فاليو، هذا قلنا البت اللي من خلاله راح احدد يعني راح اسمح اما اخزن قيمة ال LED والفان والهيتر ام لا.
فهذا البت عندي هنا update server value عندي في الريكوست. اذا كان الكي سوى update server value يعني عندي في الريكوست عندي هذا المتغير update server value وش يسوي؟ يسوي الفاليو حقه يعني ياخذ الفاليو يحطه هنا. بعدين اذا كان الكي يساوي LED يعني في الريكوست عندي LED عندي هنا متغير دولار ساين LED ياخذ القيمه. وهنا عندي نفس الشيء للفان ونفس الشيء للهيتر. بعدين عندي اخر شيء راح اتاكد. طبعا انا حصلت على قيمه الابديت سيرفر فاليو اذا كانت بواحد، اذا تساوي الواحد يعني المستخدم حطه بواحد، حط هذا البت بواحد، هنا عندي هذا بواحد، اذا كان بواحد وش راح يسوي؟ راح يسوي ابديت للقيم في الداتابيز. راح يجي اول شيء MySQL، هنا عندي الكونكشن، بعدين ابديت تيبل 1 ست، راح يروح لعمود ال LED وش يساوي؟ دولار ساين LED اللي قلنا بيخزن لي قيمه ال LED اللي جبناه من الريكوست فاليو. بعدين وير ID، طبعا ال ID نمبر 1 قلنا يعني راح اجيبه ايضا من من الريكوست. وهنا عندي نفس الشيء للفان والهيتر. بعدين عندي في النهاية ايضا راح اطلع البيانات من الداتابيز، لان عندي قلنا اخر شيء لابد اني بعد ما اسوي ابديت كل شيء اسوي ريسبونس يعني رسالة تأكيد للمستخدم ان ترى القيمة حق ال LED هي اوف والفان مثلا اوف وهكذا لبقية العناصر. وعندي قلنا لازم يطلع لي برمز يعني يسويه بين رمز، مثلا LED بين رمز، هذا الرمز، هذا رمز ال LED، والفان نفس الشيء يحطه بين هذا الرمز. فنجي نشوف كيف هذا الكلام هنا. اول شيء نطلع القيم من الداتابيز، عندي MySQLi query، هنا عندي الكونكشن بارامتر. اول شيء الكونكشن قلنا في ال في ال connect file، كونكشن فايل اللي بيسوي لي كونكت للداتابيز ويتاكد اذا كان في ايرور ولا لا. بعدين عندي راح يحدد التيبل 1. بعدين عندي عن طريق هذه التعليمه قلنا هذه راح اطلع البيانات راح تحط لي في الرو. عندي الرو عباره عن مصفوفه لازم احدد الاندكس حقه واشوف اذا كان اليونت 1 يعني في المصفوفه عندي اللي طلعت منه البيانات ياشر لي على الاي دي اللي هو الاندكس اي دي. اذا كان يساوي اليونت يعني اذا كان يونت 1 يجي يطلع لي هذه القيم. اذا جيت غيرت مثلا حطيت هنا اليونت مثلا يونت يساوي 1 لان انا حددت عندي في الاف ستيتمنت اذا حطيت اليونت 3 مثلا ما راح يسوي هذا الشيء. ليه؟ ما راح يجيني هذا الشيء، راح يجيني ايرور، ما راح يجي شيء. لابد اني ارجع اليونت احطه ب 1 لان انا عندي حددته، ما عندي الا مايكرو كنترولر واحد اتخاطب معه في البيت مثلا عشان اراقب الاجهزه المنزليه، ما عندي الا واحد. فانا حددت هنا اذا كان يأشر على الاي دي، يشوف اذا كان هو 1 اليونت يساوي 1 راح الجيت ليد وش راح يساوي؟ راح يأشر على العمود حق الليد ويجيب لي قيمه الليد. ونفس الشيء بالنسبه للفان ونفس الشيء بالنسبه للهيتر والتمبرتشر. هنا عندي متغيرات راح تجيب لي قيم العناصر من الداتابيز. بعدين هنا عندي ايكو داش LED، طبعا هذا نص ثابت، داش LED هاش، بعدين دولار ساين جيت ليد اللي هو هنا، يعني حط لي قيمة ال LED في النص هنا بين علامة الهاش بين هذا الرمز. وبعدين عندي هنا الاوتبوت فان بينهم حطيت قيمة الفان من الداتابيس. طبعا هذا الكلام اجيبه من داتابيس قيمة الفان وبقية العناصر زي ما شفنا هنا. بعدين عندي الجيت هيتر نفس الشيء، واخر شيء عندي التمبرتشر. بعدين اخر شيء عندي وش اسوي؟ اللي هو ابديت سيرفر فاليو اللي هو راح قلنا راح حد اما اخزن او ما اخزن قيمه ال LED والفان والهيتر. فش راح اسوي؟ راح اطلع قيمته ايضا راح احطه بين الرمز هذا اللي هو هنا عندي بين علامه الهاش ابديت سيرفر فاليو داش، وايضا في النهايه نفس الشيء هنا قيمته طبعا ابديت سيرفر فاليو.
هنا طبعا قلنا راح اجيب الابديت سيرفر فاليو. فكده عندي شرحنا بالتفصيل المشروع، باقي بس نشوف الكود اللي في المايكرو كنترولر، ونشوف كيف نقدر ان نسوي كنترول عن طريق البروجكت اللي هو عندي، اللي هو هوم اوتوميشن بروجكت. فهنا عندي لو ارجع لو ارجع هنا عندي في الفايل، هنا عندي الكود، هنا عندي الدائرة، نفس التوصيلات طبعا. هنا عندي الكود، في أشياء كثيرة ما راح نشرحها لأن سوينا عليه تطبيقات كثيرة من بداية موضوعنا الإنترنت أوف تينجز، وسوينا عليه تطبيقات عديدة. أول شيء عندي هذه التوصيلات حق الفان والإل إي دي والهيتر، تكلمنا عنه. وهنا عندي هذه الأزرار حق مقاطعات خارجية إذا أردنا نستخدمها لا مانع. بعدين هنا عندي الـ SSID والباسورد حق الراوتر، وعندي البورت 80. بعدين هنا عندي طبعا تكلمنا عن هذا في الفيديوهات السابقة اللي هو temperature value. بعدين هنا عندي الكونكت عشان أسوي كونكت للسيرفر 80 plus CIP start. هنا عندي الكونكشن حددته 4، طبعا عندي اذا كان عندي مالتيبل كونكشن في الواي فاي موديل اقدر اني احدد اب تو 4 كونكشنز، 4 اتصالات. بعدين عندي عن طريق التي سي بي، بعدين احط الاي بي حق اللوكال سيرفر، عندي الاي بي حق اللوكال سيرفر هذا هو، حطه هنا. بعدين البورت 80، بورت نمبر 80. بعدين هنا عندي تعليمة الجيت، وش راح ارسل فيها جيت، بعدين HTTP اللوكال اي بي ادرس، بعدين الفولدر. عندي الفولدر هنا نحن غيرناه اللي هو بيكون HA1 بعدين WP اللي موجود هو عندي هنا في الفولدر، هنا في اللوكال سيرفر راح يفتح ال HA1 بعدين الويب، بعدين هنا عندي الاندكس بيج. بس انا بسوي المايكرو كنترول قلنا راح يتخاطب فقط مع الالكترو دوت بي اتش بي. فنيجي هنا في النهايه نحط الكترو دوت بي اتش بي. بعدين عندي علامه استفهام يونت يساوي 1 لانه ثابت عندي، حطيت هنا ثابت في الاري هذا كونستانت، لو تلاحظون عندي هنا المصفوفه كونستانت، عندي اليونت يساوي 1 ثابت، اند ال اي دي يساوي ما حطيت يساوي لانه متغير، هذا راح احدد انا بعدين، راح اكمل الكود. بعدين هنا عندي ال اي دي فاليو، راح اخزن فيه ال اي دي فاليو، راح اخزن فيه الفان فاليو، وهنا عندي الهيتر فاليو، وهنا عندي الجيت ريكوست لما اكملها، طبعا هنا ما كملتها حطيتها الى هنا، راح اكمل التكمله حقه نفس اللي موجود هنا عندي. لو نرجع لل ل الكترو دوت بي اتش بي لازم المايكرو كنترول يرسل عندي هذا الشيء هذا بالكامل. الى هنا انا حطيت ال اي دي يساوي، بعدين لازم اكمل اشوف هل قيمته 1 ولا 2 فحطه هنا. طبعا هذا الكلام ما اقدر انا احدده كذا، لابد اني اشوف الداتابيز، فراح يكون عندي متغير، فانا اوقف لين هنا بعدين اقدر اشوف هذه القيمه واكملها، وهكذا لبقيه القيم. فانا عندي راح احط الفول جيت اتش تي تي بي ريكوست هنا، وهنا عندي ابديت سيرفر فاليو هذا راح احطه اما 1 او 0، يعني المايكرو كنترولر اذا حطه بواحد مثلا اقدر اخزن في الداتابيز، وهكذا بقيه الاشياء طبعا تكلمنا عنها ما يحتاج. فنيجي ننزل اخر شيء عندي في المين فانكشن، عندي في المين فانكشن عندي جيت تمبرتشر تكلمنا عنه، نجي نشوفه
تكلمنا عنها طبعا، راح احصل على التمبرتشر وراح احول الى تكست. بعدين نرجع للمين، هنا عندي هذه الدالة، عفوا طبعا هذه تكلمنا عنها اللي هي الجيت تمبرتشر. نيجي عندي السند HTTP get request، هذه الدالة عندي. هنا عندي راح ارسل اول شيء عندي string copy راح تنسخ لي في هذا، قلنا هذا بيكون عندي بيخزن الفول get HTTP request، يعني كل الكود اللي تشوفوه هنا الريكوست راح تخزن هنا عندي. فاول شيء نجيب الكونستنت بارت اللي موجود فوق اللي قلنا بيكون الى هنا، الى هنا عندي الى الذي يساوي موجود عندي فوق راح يخزنه. وبعدين التكمله حقه string concatenate، string cat راح تسمح لي هذه الداله انه اسوي اجيب هذا القيمه لانه خزنت الى الذي يساوي، بعدين اضم قيمه الليد، ادمج قيمه الليد للريكوست، وبعدين اند فان يساوي قيمه الفان في المتغير. بعدين هنا عندي اند هيتر قيمه الهيتر، بعدين اند تمبرتشر، تمبرتشر تكس اللي حولناه الى نص، بعدين ابديت سيرفر فاليو يساوي اخر شيء ابديت سيرفر فاليو. بعدين عندي في النهايه وش راح اسوي سلاش ار سلاش ان سلاش ار سلاش ان، زي ما شفنا في الفيديوهات السابقه كيف كنا نسوي ريكوست لويب سايت. فهذا عندي الكود. بعدين في النهايه وش راح اسوي سايز داتا عن طريق هذه الدالة راح يجيب لي اللي هي طول البيانات اللي راح ارسلها، طول البيانات اللي راح ارسلها. هذا راح ترجع لي هذه الدالة اللي هي str length راح ترجع لي طول البيانات اللي هو حق الريكوست اللي انا سويته عشان ارسل للسيرفر. بعدين اذا حصلت على طول البيانات راح احولها الى نص، راح احذف الفراغات اللي تكون موجودة بعد التحويل. وش راح اسوي بعدين string copy at plus cib send connection 4، لان نحن متصلين connection 4 بالنسبه للسيرفر، هذا حددناه في at plus cib start connection id يساوي 4، بعدين فاصله، بعدين البيانات طول البيانات at plus cib send connection number، بعدين فاصله طول البيانات اللي برسله، بعدين اخر شيء سلاش ار سلاش ان، بعدين ارسل هذه. طبعا هذه حطيتها هنا ما ارسلت الى الان. بعد اول شيء ايش راح ارسل؟ الكونكت اللي قلنا راح يوصلني بالسيرفر عن طريق التي سي بي اللي حددت فيه الاي بي والبورت نمبر. بعدين عندي هنا انتظر لمده ثانيتين، بعدين ايش ارسل؟ سند كوماند. فأنا كده أول شيء أرسلت بيجيني كونكت، يعني إن أتصل عن طريق التي سي بي للسيرفر. وبعدين وش أسوي؟ خلاص إذا سويت كونكت أرسل الريكوست هذا AT plus CIP send اللي هو connection number وطول البيانات. يعني أنا أول ما أتصل أقول للواي فاي إني أبغى أرسل للرقم الاتصال البيانات التالية، هذه طول البيانات عدد الكاركترات. بعدين أنتظر لمدة ثانيتين وش ارسل؟ بعدين الجيت ريكوست، ارسل الجيت ريكوست، بعدين انتظر شوي، بعدين راح يجيني ريسبونس. قلنا اول ما نخاطب الالكترو دوت بي اتش بي اللي موجود في السيرفر راح يجيني ريسبونس زي ما تشوفون هنا. فلازم استخرج هذه البيانات عشان اقدر اتحكم باللد او اطفيها او اي جهاز ثاني. فعندي هذه الداله راح تسمح لي بهذا الشيء. فانا عندي طبعا شرحنا الفايند والجيت سترينج بالتفصيل، فعندي الاي دي هاش يبدا من هنا الى هاش ال اي دي. طبعا القيمه اللي راح يتعداها اربع قيم، 1 2 3 4،
حطينا. طبعا ما راح نرجع نشرح هذه الاشياء، شرحناها بالتفصيل في الفيديوهات السابقه. فبعد هذا كله اذا طلع لي قيمه ال LED اما 0 او 1 راح يخزنها لي هنا، ونفس الشيء بالنسبه للفان، ونفس الشيء بالنسبه للهيتر. بعدين عندي اف ستيتمنت اذا كان، طبعا قلنا عباره عن بت قيمه ال LED او الفان والهيتر اما 0 او 1، فبيكون عندي كاركتر واحد. فانا عندي هنا هذا عبارة عن كاركترين عندي في، لو نشوف في الانيشاليزيشن فوق هنا عندي عبارة عن ليد فالي والفان والهيتر، عبارة عن مصفوف فيها عنصرين. فيمكن انت تسألون تقولون اذا كان طبع عنصر واحد اما زيرو او ون، ليش عندي يعني ليش حطيت المصفوفة قيمتين؟ لان واحد فيهم يكون يعني القيمة الاخيرة يكون اللي هو النول، اللي هو الاند اوف سترينج، يكون النول عند اخر شيء. فانا حطيت في مصفوفه، خذيت من العنصر الاول لانه ما بيكون عندي الا بت واحد، فاخزن فيه، اخزن في المصفوفه. فاشوف اذا كان الكاركتر جانب زيرو اطفي الفان، المايكرو كنترول عندي يطفي الفان. واذا كان العنصر الاول اللي هو قلنا ما عندنا الكاركتر، عندنا كاركترين طبعا، الكاركتر الاول اللي هو اما او زيرو، اما زيرو او ون، والكاركتر الثاني اللي هو نول، ما فما راح نستخدمه كانه مو موجود. فعندي الاندكس زيرو، اذا كان بزيرو اطفي الفان، اذا كان بواحد اشغله. نفس الشيء بالنسبه للهيتر، هنا الليد، هنا الليد، هنا عفوا عندي هنا الفان. طبعا كنا نتكلم عن الفان، هنا كله نفس الشيء. هنا بالنسبة للفان، هنا بالنسبة للهيتر، وآخر شيء عندي الـ LED. هذه يعني هذا الكود عندي باختصار. فبس باقي نجرب الدائرة ونشوف هذا الكلام كله. طبعا معظم الأشياء اللي موجودة هنا شرحناها بالتفصيل، فيعني بيكون يعني ضيع الوقت إذا شرحنا كل هذه الأشياء. كل اشياء زي مثلا الكونكت تكلمنا عنه، اي تي بلس اي بي ستارت كونكشن نمبر، مثلا حطينا 4 عن طريق التي سي بي، نحط الاي بي او الموقع اللي نبي نتخاطب معه والبورت نمبر. هنا الجيت ريكوست تكلمنا عنه، معظم هذه الاشياء تكلمنا عنها. هنا بس دمجنا الافكار وسوينا مشروع. فنيجي نحمل الكود عندي، نجي نحمل الكود في المايكرو كنترولر. فهنا قلنا هذا هو طريقة إرسال get request. طبعا هذه عندي سويتها comment، نقدر نخليها اللي هي هذه الطرق لإرسال HTTP get request. في طرق كثيرة، من ضمنها إنك في النهاية تحط مسافة، بعدين HTTP slash تحدد الفيرجن هنا 1.0. وفي الطريقة الثانية نقدر مثلا نستغني عن هذه، عندنا الطريقة الثانية اللي هي مثلا نسوي هذه كومنت، عندنا الطريقة الثانية نفس الشيء، وفي النهاية مسافة HTTP بعدين سلاش 1.1 سلاش ار سلاش ان، بعدين وش نحط هوست، بعدين نقطتين مسافة نحط الهوست ويب او السيرفر.
بعدين سلاش ار سلاش ان، بعدين في النهاية احط عندي الكونكشن نقطتين مسافة كلوز، هذا اسوي لي كونكشن كلوز، بعدين سلاش ار سلاش ان مرتين. هذه بس طرق. فنحنا نسوي يعني نفس اللي سويناه في التطبيقات الثانية، ولكن اذا ما اشتغل عندي الريكوست نقدر نسوي اي واحدة منها. هنيجي نجرب الدائرة عندي، هذه عندي الدائرة، نفتح برنامج الفاتي عشان نشوف كيف يتم تبادل البيانات. شغل الدائرة، هنا عندي كونكت اتصل، هنا عندي ايرور، نجي نحمل الكود من جديد المايكرو كنترولر. هنا عندي الريكوست قلنا بيجي بهذا الشكل، مثلا LED، وهنا الرمز وقيمته في النص. فلو نيجي نشغل المروحة ونشغل الليد، اشتغل الاثنين عندي، اجي اطفيهم وشغل الدفاية. اشتغلت عندي الدفاية وطفت المروحة والLED، وهنا يرسل لي دائما درجة الحرارة باستمرار. هنا درجة الحرارة، هذا شغل كل الأجهزة. طفيها، نسوي كونكت، ومن ثم جينوكس. فهذا عندي التطبيق اللي شفناه. هنا قلنا المايكرو كنترولر، هذا الرد اللي راح يجيني من السيرفر نفس اللي شفناه هنا عندي. مايكرو كنترولر يستخرج قيمة الليد والفان والهيتر، وبناء عليه يطفي أو يشغل الأجهزة. فهذا عندي باختصار الهوم أوتوميشن بروجكت. ففي هذا المشروع جمعنا الأفكار اللي تكلمنا عنها في الفيديوهات السابقة في الويب ديفلوبمنت. استخدمنا ال HTML CSS JavaScript PHP and MySQL database.